مصر مستقلة منذ 1922، ولبنان وسوريا مستقلين منذ 1943، العراق مستقلة، المملكة العربية السعودية، اليمن، كلهم أعضاء لجامعة الدول العربية، أسس في القاهرة في 1945، وكان في سيطرة بريطانية على اليمن الجنوبية، عمان، وكل دول الساحل الجنوبي من الخليج العربي. ليبيا ليست تحت سيطرة إيطالية، وشمال أفريقيا تحت سيطرة فرنسا، حماية فرنسية على تونس وعلى المغرب، والجزائر الفرنسية. هذا يعني كان فلسفة فرنسا اندماج الأراضي الجزائرية كمناطق إدارية فرنسية. هذا مشروع استعماري خاص، الاندماج، لكن بدون تطبيق أي نوع من مساواة بين العرب والفرنسيين أو بين المسلمين والأوروبيين كما كانوا التعريف الإداري الفرنسي في الجزائر. أعتقد أن عهد النهضة ليس مفتوح منذ القرن 19 حتى اليوم، لأن إمكانيات النهضة العربية، طموحة النهضة، ليست متطابقة حتى اليوم. لكن نوجد عهد الاستقلالات الوطنية منذ استقلال مصر عام 1922 حتى استقلال دول الخليج في 1971 ودخول هذه الدول في الأمم المتحدة. مسيرة استقلال ليبيا كانت المسيرة الأولى في الأولى والوحيدة في العالم العربي تحت إشراف الأمم المتحدة. الأمير إدريس السنوسي، وتعرف أن عمر المختار الشهيد هو كان نصير من أنصار إدريس السنوسي، وإدريس السنوسي خلال الحرب العالمية الثانية حلف مع الإنجليز والأمريكان، ولذلك أعطوا لي الفرصة للحصول على الاستقلال تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو كان في هذا الوقت أمير البركة بنغازي السريانكا شرق ليبيا. لكن لمسار استقلال ليبيا كان توحيد بين المناطق الثلاثة: البركة، سيرينايكا، تريبوليتانا، طرابلس الغرب، والفزان في الجنوب، تحت قيادة الملك إدريس السنوسي، وكان النظام نظام فيدرالي. للفرنسيين كما قلت امبارح كان في سوء فهم بينهم وحقيقة المقاومة العربية وحقيقة المبادئ التحريرية في الجهاد أو في الصراع لتحرير خصوصا سوريا، لكن أيضا المغرب أو شمال أفريقيا بصورة عامة. لكن خلال الحرب العالمية الثانية كانت فرنسا محتلة خلال 4 سنوات من القوى النازية الألمانية، وصار في فرنسا حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال، ولذلك الفرنسيين فهموا أكثر
شو معنى المقاومة ضد الاحتلال بعد الحرب العالمية الثانية؟ وده الفرق بين مسار مثلا في العشرينات والثلاثينات في سوريا تحت الانتداب. وصار فشل الجيش الفرنسي في إندوتشاينا، في الفيتنام، أيضا في كمبوديا وفي لاوس أمام المقاومة الوطنية. ولذلك فهمت الحكومة الفرنسية في 1954 أن أفضل الاستقلال من المفاوضات مع المغرب وتونس، وصار مسيرة مفاوضات لحتى نهاية الحماية على أولا تونس، ثانيا المغرب في 1956. لكن بسبب الفرق بين الحماية على المغرب وعلى تونس والاندماج في فرنسا، كان فيه هذا الوهم أن الجزائر فرنسية وليست عربية. وكان في الجزائر في هذا الوقت تقريبا 10 ملايين ساكن، لكن 1 مليون أوروبي و 8 أو 9 ملايين عرب. والجبهة الوطنية للتحرير ابتدأت في 1954 حرب تحرير ضد الاستعمار الفرنسي، وهذا الحرب كان طويلة وشديدة وعنيفة. المؤرخين وصفوا نتيجة الحرب بصورة عامة: 250,000 عرب أو مسلم من الضحايا، و 25,000 على الجانب الأوروبي. لكن في 1962 صار الاستقلال الجزائري تحت إشراف جبهة التحرير الوطنية. هذا يعني أن في كل شمال أفريقيا صار مسيرة الاستقلال حتى بداية الستينات. كان في جبهة التحرير الوطنية أيضا في اليمن الجنوبي ضد الإنجليز. كان في فيدرالية وكان في حماية، شيء معقد، الحماية حول مدينة ومرفا عدن، والفيدرالية حول منطقة الحضرموت، هذا يعني مقلة وتريم وسيئون. لكن وحدت جبهة التحرير الوطنية الصراع ضد الإنجليز ووصلت إلى الاستقلال في 1967. وهذا يعني أن بعد ذلك كان في مسيرة مفاوضات بين الإنجليز وأولا الكويت الذي حصل على الاستقلال من الحماية البريطانية في 1961، وبعدين دول الخليج التانيين، قطر، بحرين والإمارات وسلطنات عمان. العراق كما تعرفوا صار له طموحات طويلة وعميقة على الكويت، وبعد استقلال الكويت رفضت العراق سيادة الكويت الكاملة. ولذلك جميع الدول العربية بعثت حشود إلى الكويت بدل للإنجليز لحماية سيادة الكويت أمام العراق. وبعد سنتين العراق قبلت استقلال الكويت بصورة عامة، ولأن العراق كان في هذا الوقت حليف عميق
للاتحاد السوفيتي، رفع الاتحاد السوفيتي الفيتو في الأمم المتحدة ضد الكويت، ودخل الكويت الأمم المتحدة. هذا يعني أن العالم العربي خلال نص قرن أو 50 سنة منذ استقلال مصر في 1922 حتى استقلال الدول الخليج، حصل على استقلال سياسي كامل في إطار سيادات دول أعضاء الأمم المتحدة. وأعتقد، وسمعنا امبارح الأستاذ نجيب، أن هذا كان فقط تطبيق جزئي لحق تقرير المصير للشعوب العربية، لأن خلال هذا عهد الاستقلالات صار هذا خطف الاستقلالات منذ 1948 حتى 1969. ليش الخطف؟ لأن في كل هذه البلدان المستقلة صارت سلسلة انقلابات عسكرية ضد إرادة الشعب العربي المعين. هذه سلسلة الانقلابات سببه الرئيسي هو النكبة، هو اختفاء فلسطين وفشل الدول العربية الجديدة الأعضاء لجامعة الدول العربية المقاومة ضد المشروع والتوسيع الصهيوني، وكما وصفت امبارح الاتفاق الأمريكي السوفيتي لتهييد دولة إسرائيل ضد العرب. ولذلك الجيوش العربية الجديدة رجعت إلى عاصمتهم لانقلابات وانتصارات ضد شعوبها. الحرب التي خسرت أمام إسرائيل، واضح. أول انقلاب في سوريا، حسني زعيم، هو كان رئيس الأركان. كرئيس الأركان فشل أمام إسرائيل، بس لما رجع لدمشق صار الانقلاب وكان هو في سلطة. انقلاب حسني زعيم أول انقلاب عسكري في العالم العربي. قبل ذلك كان في تدخلات الجيوش مثلا في العراق في الحياة السياسية، لكن دائما احتراما الإطار السياسي العام أو جمهوري أو مملكة. في سوريا، في لبنان، في العراق، في مصر كان في نوع من حياة سياسية، نوع من صحافة حرة، نوع من انتخابات برلمانية وتعددية سياسية، تعددية الأحزاب أو أحزاب ليبرالية وطنية في سوريا، حزب الوطن، حزب الشعب، أو أحزاب معاصرة مبنى على الهيكل اليميني السوفيتي، يعني مرشد أو أمين العام وهيكل نظامي ومناضلين أو نشطاء تحت الهيكل الحرمي. وهذا النظام الهيكلي نفس النظام للإخوان المسلمين ولحزب الشيوعي ولحزب البعث،
بعرف أن فلسفة سياسية وراء هذه الأحزاب مختلفة تماماً، لكن غياب الديمقراطية الداخلية واستخدام القوة للحصول على السلطة والنظام الداخلي غير ديمقراطي حرامي نوجد في كل هذا الأحزاب وطنيين اشتراكيين أو إسلاميين. إذا واحد يأخذ مثلا مرشد عام أو عام عام أو مراقب عام نفس المنصب، مكتب سياسي مجلس الشورى نفس الهيكل. بالنسبة للرؤية السياسية لا نوجد فرق مبدئي نظاميا وعمليا، وكل هذه الأحزاب كانوا ضد النظام الليبرالي البرلماني أو جمهوري في مصر في سوريا أو مملكي في مصر. وصار سلسلة انقلابات في مصر، تعرفوا أولا زعيم حناوي شيشاكلي، ودائما مسرح البلاغ رقم واحد لما كل الدبابات وصلت إلى الإذاعة، وكان في واحد اللي يجي إلى الإذاعة هذا البلاغ رقم واحد، هذا ثورة الشعب ضد النظام الفاسد بلا 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 بلا، دائما نفس الشيء. ودائما الشعب ساكت والعسكر يحكوا عواد الشعب. صار هذا السلسلة في سوريا، وصار ثورة الضباط الأحرار في مصر في 52. لازم أن تعرفوا أن جمال عبد الناصر في البداية كان عدو لتنظيم الإخوان المسلمين، وكان عدو للجهاز السري من ضمن الجيش، لكنه ترك التنظيم، ولذلك لأنه يعرف التنظيم من داخل هو أكثر عدوانيا ضد التنظيم ككل منشقين في التاريخ من أي تنظيم أو حزب أو نظام. لكن المسؤول عن التعاون بين ضباط الأحرار والإخوان المسلمين كان أنوار السادات، وأنوار السادات هو قرأ في الإذاعة المصرية البلاغ رقم واحد للثورة المصرية، أو اعتقد بصورة دقيقة الانقلاب المصري، لأن هذا ثورة 1919 كانت ثورة شعبية ضد الإنجليز، لكن ثورة ضباط الأحرار كان انقلاب ضد النظام المملكة، لكن كان في تناقضات في الكتلة السياسية ومن ضمن ضباط الأحرار بين جمال عبد الناصر من جهة ومحمد نقيب من جهة أخرى، وهو جنرال من أصل نوبي، وهو قريب جدا للإخوان المسلمين، لكن هو خصوصا يريد تعددية الأحزاب، يريد الجمهورية لكن جمهورية متعددة ليس جمهورية الحزب الوحيد. ولذلك صار صراعات داخلية بين نجيب من جهة ونصر من جهة أخرى، وفي 1954 انتصر نصر وفشل نجيب، ونصر ألغى
كل الأحزاب، كل النكبات، كل الجمعيات. هذا نظام معاصر بس نظام استبدادي من أسلوب جديد، لكن بسبب الصراع المستمر مع الإمبريالية بريطانية في قناة السويس وأمريكية تجاه إسرائيل، صار شعوبية ناصر كبيرة جدا في كل العالم العربي، خصوصا من قبل إذاعة القاهرة اسمها صوت العرب. لكن صوت العرب يعني جمال بن الناصر يتكلم والعالم العربي ساكت ويسمع ويدفك. وهذا أسلوب سياسي جديد. وفي كل العالم العربي كان في كثير من الضباط عندهم طموحات يريدون يحصلوا على نفس السلطة شبه المطلقة مثل جمال عبد الناصر. وفي العراق كان في انقلاب 58 التي انتهت المملكة الهاشمية، ومنذ ذلك المملكة الهاشمية الوحيدة هي المملكة الأردنية. وفي سوريا كان في سلسلة انقلابات وإعادة النظام البرلماني وانقلابات وكذا وكذا، وحتى توحيد بين سوريا ومصر تحت شعار الجمهورية العربية المتحدة. وتعرف أن علم هذه الجمهورية عنده نجمتين، سوريا ومصر، وهذا العلم حتى اليوم علم النظام الأسدي، وعلم ثلاث نجوم علم الاستقلال الحقيقي. بعد ثلاث سنوات انفصلت سوريا من مصر بسبب القمع المستمر وحتى الاحتلال المصري على الشعب السوري خلال ثلاث سنوات من هذه الجمهورية المتحدة. لكن في الحقيقة كان في نظام المخابرات المصرية واستبدادهم على سوريا. كان ضروري مدة سنتين بين 52 إلى 54 لإقامة الدولة الاستبدادية الناصرية ضد التعددية السابقة في مصر. في سوريا مدة هذا التحويل كانت تقريبا 15 سنة منذ انقلاب زعيم حتى انقلاب حزب البعث في 63. هذا يعني أن قوة مقاومة المبادئ التعددية في سوريا كانت أعمق من ما كان في مصر. لكن في النهاية انتصار البعث وابتدأ سلسلة جديدة للمؤامرات والصراعات بين المسؤولين العسكريين عمران جديد الأسد، وفي النهاية الأسد انتصر على الخلفاء السابقين في 1970. هذا الذي أن هذه الديناميكية الانقلابات تحقق نوع جديد من الاستبداد.
لأن كان في نوع من داروينية تطور دارويني لاختيار ليس الأقوى أو الأجمل أو لكن الأعنف، الوحيد اللي يستطيع أن يقتل حتى أخوه، وهو ليس في السلطة. ناصر في مصر وأسد في سوريا وبعض سلسلة معقدة، بوميديان في الجزائر في 65 بعد الاستقلال. اليمن مختلفة، لأن في اليمن كان في إمامة حتى 62، لما مات توفى الإمام يحيى، الإمام بدر الإمام الجديد في 62، مملكته مدته فقط أسبوع، يعني كان في ثورة الدوبة الأحرار على الأسلوب المصري تحت قيادة عبد الله سلال، وعبد الله سلال ينظر إلى نفسه مثل عبد الناصر اليمني، لكن المقاومة ضد هذا الاحتلال أو انقلاب كانت قوية من ضمن العشائر في شمال اليمن، ولذلك لحماية حليف إقليمي بعد انفصال سوريا، مصر بعثت حشود كبيرة إلى اليمن، وصار حرب أهلية لكن في الحقيقة حرب مقاومة شعب اليمن ضد الاحتلال المصري. وفي 67 استخدم الجيش المصري الأسلحة الكيميائية على الشعب اليمني لكن بدون أي ردود فعل وحتى احتمال خارجي. تتذكروا أن امبارح حكيت أن النهضة العربية كحركة اندماج التيار الإسلامي والتيار الوطني لمصلحة الشعب العربي ككل ولتحقيق طموحات التحريرية. هذا سلسلة الانقلابات انتهت بحملة جمعية ضد الإخوان المسلمين والإسلاميين بصورة عامة في سوريا وفي مصر، ولتهجير هذه الإخوان المسلمين إلى المملكة العربية السعودية. وفي المملكة العربية السعودية في هذا الوقت ما كان في كثير من الكوادر أو إدارية أو فكرية في الجامعات وفي الوزارات، ولذلك الإخوان المسلمين المهاجرين بلشوا إنشاء مؤسسات جديدة للمملكة العربية السعودية. كان مستحيل أي انتصار بس حتى أي مقاومة أمام إسرائيل لما ثلث من الجيش خارج البلد في بلد ثانية. وتعرف أن سوريا كانت غير مستعدة تماما لأي نوع من معركة حقيقية مع إسرائيل بسبب كل المؤامرات وكل عمليات التصفية من ضمن القوى المسلحة. صار 5 حملات تصفية من ضمن القوى المسلحة
من بداية الستينات حتى حرب يونيو 67. ولذلك صار الانتصار الإسرائيلي واضح، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية قطاع غزة سيناي والجولان. طيب بعد النكسة، النكسة كانت زلزلة سياسية في العالم العربي، حتى جمال عبد الناصر كدم استقالته، لكن الشعب المصري دخل في الشوارع ليطلب أن يدل في منصبه. لكن في العالم العربي كان في هذا الفشل نهاية الموديل الوطني النصري الاشتراكي أو المؤيد للاتحاد المتحد للاتحاد السوفيتي، وكان الشعار الأمريكي واضح أيضا، ما في أي انتصار بالسلاح السوفيتي وما في أي سلام غير الإشراف بدون الإشراف الأمريكي، وهذا يعني ضغوط مستمرة على المعسكر العربي لحتى يدخل دولة بعد الدولة في اتفاقيات السلام مع إسرائيل، ممكن أن يدال بالحلف مع السوفيات أو ممكن أن يخرج ويدخل الحماية أو الحلف الأمريكي. وبسبب فشل الدول العربية اندلعت الثورة الفلسطينية أو المقاومة الفلسطينية بحركة فتح، وتعرفوا أن فتح يعني حركة تحرير الفلسطينية بالعكس فتح، وبعمليات الفدائيين. وهذه الحركة فتح وقائد ياسر عرفات حصل على مراقبة منظمة التحرير الفلسطينية التي أسست بمبادرة ناصر في 1964، لكن الفدائيين حصلوا على المراقبة 5 سنوات بعد ذلك. وبسبب فشل النكسة، بسبب التناقضات الداخلية بين كل البلدان العربية، وبسبب الشعور الشعبي بالتعاطف والتضامن مع القضية الفلسطينية، صار القضية الفلسطينية الميدان البديل لكل التناقضات العربية، وليس فقط الميدان الرئيسي للصراع بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. كانت مقاومة في قطاع غزة المحتلة خلال 4 سنوات منذ 67 إلى 71، لكن بدون أي نوع من مساعدة أو تأييد خارجي، لكن لمدة 4 سنوات. وبعد حوادث الأردن في أيلول الأسود نقلت منظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان، وكان في دولة فلسطينية من ضمن الدولة اللبنانية أقوى وأقوى حتى ابتداء الحرب
الأهلية اللبنانية، لكن مثل كل الحروب الأهلية في الماضي كانت في الحقيقة حرب دولية، كل دولة في المنطقة وخارج المنطقة عنده حليف في الأرض. إسرائيل مع الكتائب والقوة اللبنانية، والدول العربية مع منظمات التحرير الفلسطينية، وسوريا الأسد دخلت لبنان في 1976 أولا لضرب الحلف الفلسطيني اليساري الإسلامي لمصلحة القوة اللبنانية ولمصلحة خلفاء إسرائيل. ولذلك كان في نوع من توازن مبنى على الرعب في لبنان تحت إشراف سوريا. حرب تشرين، حرب 73، كان انتصار عربي واضح خلال يومين. كان مبنى على تنسيق عملي بين سادات، وكان رئيس مصر بعد ناصر، والأسد. سادات كان بغيته السيناء، وهدف الأسد كان الجولان. هذا يعني اختلاف كبير بالنسبة لهذه الحرب والحروب العربية الإسرائيلية في 48 وفي 67. ما كان في أي مكان للقضية الفلسطينية، كان فقط أراضي سورية لسوريا وأراضي مصرية لمصر. لكن الهدف الرئيسي لسادات كان المفاوضات تحت إشراف أمريكا، ومفاوضات ثنائية ليست مفاوضات شاملة مع كل البلدان المجاورة لإسرائيل. ولذلك صار تناقض خلال الحرب بين الأسد وسادات، ولذلك إسرائيل استطاعت أن تأخذ المبادرة والهجوم المضاد أولا في الجولان وثانيا في قناة السويس. والانتصار العربي في البداية أصبح انهزام عربي جديد في النهاية، والأمريكان ضغطوا مفاوضات ثنائية أولا بين إسرائيل ومصر، وثانيا بين إسرائيل وسوريا. ولازم تفهموا بالنسبة للعبقرية الجيوسياسية من الأسد أنه دائما تلعب على كثير من المستويات. بالنسبة للشارع العربي هو رائد المقاومة، بس في الحقيقة الحدود أو خطوط وقف إطلاق النار، مو حدود، بين إسرائيل وسوريا على الجولان، الحدود أكثر هدوءا في كل الحدود، حتى حدود السيناء مع مصر. هذا يعني ما في أي نوع من مقاومة حقيقية من الأراضي السورية تحت إشراف النظام الأسدي وإسرائيل. على مستوى أمريكا هو يقدم أنه مشرف الهدنة المتواصلة مع إسرائيل، وهو مراقب على هذا النوع من تسوية بين إسرائيل وسوريا بدون أي نوع من تنازل من قبل إسرائيل. على مستوى لبنان هو يلعب مع المسيحيين أولا ومع المسلمين ثانيا،
ومع الشيعة أولا ومع السنة ثانيا. دائما التقسيم بين الأحزاب المختلفة أو التوائف المختلفة لمصلحة النظام الأسدي فقط. بعض انهزام النقصة وانقسام تشرين، صدام حسين في العراق أصبح الرمز الجديد للوطنية العربية والقاعدة الجديد لحزب البعث حقيقي ضد حزب البعث الحاكم في سوريا. ولذلك لما صار الثورة الإسلامية في إيران في 1979 اختار الأسد مباشرة التحالف مع خميني ضد صدام حسين والعرب منذ البداية. هذا كان اختيار استراتيجي، ولازم أن نفهم كل المستويات لهذا النظام وهذا دور جيوسياسي الذي يفسر أعتقد كثير من التطورات الحالية. الهدنة مع إسرائيل، المشاركة مع أمريكا ضد أي مقاومة حقيقية ضد إسرائيل، الحلف العسكري والسياسي مع الاتحاد السوفيتي وإمكانيات إصدار كل الموارد العسكرية والمالية من الاتحاد السوفيتي وبعض من روسيا ضد العدو الداخلي، لأن يعني العدو الداخلي هو أهم العدو مو العدو الخارجي. العدو الخارجي إسرائيل وفيه نعم إسرائيل، بس كل المعارضة في داخل عملاء إمبريالية، عملاء صهيونية وكذا وكذا. التحالف الاستراتيجي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الدول العرب، لكن لمصلحة النظام الأسد. وفي نفس السنة 1979 وقعت مصر معاهدة سلام مع إسرائيل، وهذا يعني خروج مصر من المعسكر العربي ككل وسلام جزئي بين إسرائيل وأقوى دولة العربية، وهذا يعني نهاية إمكانية التوازن العسكري بين العرب وإسرائيل لحتى يحصل إلى سلام شامل. ولذلك فتح هذه المعاهدة الباب لاتفاقيات جزئية، أولا اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1993، ثانيا معاهدات السلام بين إسرائيل والأردن في 1994. لكن الثورة الإسلامية الإيرانية من جهة والحرب التي اندلعت صدام حسين ضد إيران في 1980 سببت تقطيب سياسي وطائفي بصورة غير مسبقة بين السنة والشيعة. في الحقيقة المشكلة كانت سياسية تماما، لكن لعبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الشعور والتضامن الطائفي الشيعي، ولعب صدام حسين على شعور وتضامن
السن. وهذا يعني انهزام جديد للمشروع النحدوي. شفنا الانقسام بين التيار الإسلامي والتيار الوطني بسبب الحرب الباردة بين مصر والعربية السعودية في الستينات، وهلا كان في من ضمن العالم العربي انقسام أو تقطيب طائفي بين السنة والشيعة ضد الحركات السياسية الاجتماعية التقدمية المندمجة. ولصدام هذا التقطيب كان شيء إيجابي بالنسبة لنظامه، ونفس الشيء بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالنسبة لنظام الأسد وخلفه الجديد في لبنان هو حزب الله. وحزب الله أسس تحت إشراف مشترك المخابرات السوريين والإيرانيين في سنة 1982 لما احتلت إسرائيل جنوب لبنان وشرق بيروت، وطردت إلى البحر منظمة التحرير الفلسطينية، وحزب الله احتل الفارير السياسي والعسكري في لبنان على أسس ليست حركة وطنية تحرير مثل ما صارت منظمة التحرير الفلسطينية، لكن حركة طائفية تحت إشراف مشترك سوري وإيراني. بعد كل هذول الكوارث صار كارثة أخرى، وهي كان احتلال الكويت في 1980. واحتلال الكويت و 1990 واحتلال الكويت سبب انقسام جديد وإضافي من ضمن العالم العربي بين دول الخليج والنظام الأسدي ونظام مصر ضد الإرادة الشعبية الواسعة في العالم العربي لتحييد صدام حسين، وبحلف مع الولايات المتحدة وحتى حلف عسكري. وانتشروا الأمريكان نص مليون جندي على الأراضي السعودية، وبعد حرب عسيفة الصحراء حرروا الكويت، بس تركوا صدام حسين يكعم مقاومة الشعب العراقي ضده. وهذا يعني انتصار الأنظمة وانحزام الشعوب وخصوصا الشعب العراقي. وبسبب كل هذه الكوارث كان النظام العربي ككل والحركة النهضوية العميقة في المجتمعات العربية ضعيف جدا، خصوصا بعد حوادث 11 سبتمبر وحرب الشمولية ضد الإرهاب التي بلشت الإدارة الأمريكية، إدارة جورج بوش، وكل الدكتاتورات العربية فهمت الفوائد تستطيع أن يحصل من ذلك الحرب. أي دكتاتور يقول منذ 15 سنة أن أي معارض هو جهادي وإرهابي منذ البداية.
أسد الأب وأسد الإبن. مبارك وهلا الكيادة الحالية. وعلي عبد الله الصالح تمام في اليمن وكان المشرف على توحيد اليمن في 1990، بس خصوصا استخدم المساعدة الأمريكية ضد الإرهاب لإنشاء حراسة خاصة، حرس الجمهوري أو قوة خاصة تحت قيادة ابنه أو ابن عمه، وفي نفس الوقت كان في أكثر وأكثر إرهاب جهادي وأكثر وأكثر مساعدات خارجية للنظام وليس للشعب اليمني. كان في الفصل بين كل الأنظمة وكل الشعوب عميق وأعمق وأعمق. لكن خلال 40 سنة الشعب العربي حصل على ثورة ديموغرافية التي الشعوب العربية حصلت خلال 200 سنة، يعني بين السبعينات وبداية هذا القرن مستوى العائلات العربية بسرعة عامة سقطت من 8 أو 9 إلى 2 و3، وفي نفس الوقت كان في إلحاح جديد على التعليم، على المستقبل، استثمارات على الأطفال مثقفين، وارتفاع مستوى التعليم النساء وارتفاع عدد النساء في سوق العمل. وفي كل المجتمعات هذه المسيرات تعني تقدم جماعي وتعني انتقادات عميقة للأسلوب التقليدي للسلطة، أنا رئيس وأنتم الأولاد وتكلم كذا. مستحيل. في ميدان تحرير في فبراير 2011 لما رئيس مبارك خطب في الشاشة العملاقة على الميدان كذا، أنتم أولاد بس أنا سمحني، مستحيل. كل المصريين، كل المسار وإطار الأحزية، هذا مستحيل، هذا عيب، هذا الخطاب غير مناسب لجيل عربي جديد، جيل عربي جديد مبنى على مبادئ جديدة، على مبادئ نهضوية مجددة، على في إطار أولاً القناة الفدائية، ثانياً الإنترنت، وهلا الشبكات الاجتماعية التي فتحت مجال جديد لتبادل متوازن بين كل العرب بلغة مشتركة من المحيط إلى الخليج، وكل هذا في إطار طموحات مشتركة، طموحات ازدهار فردي وحرية جمعية من محيط إلى الخليج. ولذلك الشعار الشعب يريد إسقاط النظام الذي اندلع في جنوب تونس في بداية 2011 سمعت في كل العالم العربي، بس من معنى باثنين معنى للنظام. النظام السياسي هذا يعني النظام الدكتاتوري المخابراتي، لكن ايضا النظام ككل كنظام لخنق الفرد والمجموعه تحت
الضغط وقام المخابرات ولا حزب الواحد، وعادة كان في عدة مخابرات بس كان في بس حزب واحد. وهلا احنا كلنا خصوصا انتم نعيش في هذه المرحلة الجديدة للتاريخ العربي. وانا كمؤرخ وقلت هذا امبارح، ان على غرم كل المعاناة كل المآساة، هذه مرحلة مرحلة التحرير. شكرا. بالنسبة للوحدة السورية المصرية، كما تعرفوا ما كان في أي نوع من استفتاء الشعوب، كان في بس قرار من القيادة، بس هذا كان مبادرة سورية. لكن إذا القيادة السورية تركت استقلال الوطني قبلت مصر. كان في تأييد إقليمي سعودي وأردني لحركة الانفصال، حتى انقلاب 1961. لكن بسبب الحرب الباردة بصورة عامة والحرب الباردة العربية بصورة خاصة، كان في تجميد بين معسكرين، ما كان في تعاون بين المتقدمين في الكتلتين، وفي كان في صراع بينهم. وأعتقد أن كثير من المناصبات كانت مفقودة بسبب هذه التناقضات غير ملموسة لكن فعالية. بالنسبة للناصر، ناصر بوشن عنده الوجه المنور، أنا وجه خطاب تأميم قناة السويس، البطل العربي، وهو كان بكل صراحة هو الرائد لهذه الإرادة الشعبية العربية، لكن خصوصا خارج مصر، لأن في مصر المصريين يعرفوا حقيقة القمر، حقيقة الظلم. وفي الوجه الثاني، وهذا الوجه وجه الطاغية بكل صراحة أيضا، صورة كما مطلق ضد المعارضة، معارضة إسلامية بس معارضة شيوعية أيضا. وفي مصر أي واحد معارض مثل ما صار في سورية الأسد، كلهم عملاء صهيونية والإمبريالية. ومثلا أنا بعرف كثير سجناء قدماء في كثير من الأماكن، وبعرف واحد في مصر وهو كان شيوعي، وهو وصل في سجنه. مين انت؟ انت عميل صهيوني. انا ايضا عميل صهيوني، وهو شيوعي والثاني اخوان مسلمين بس كلهم عملاء صهيونيه. وهذا اعتقد ان الناصر، بس ممكن نقول هذا لكثير من نابليون، لكثير من صار له وجهان، وجه منور ووجه القمر والاستبدال. القمر يعني واحد. على طويل الأمد الوسائل الديكتاتورية تدمر الهدف القومي. أعتقد أن حقيقة بالعمق ما في تناقض، لكن الأنظمة الديكتاتورية تفكروا أو تصبحوا ما بعرف شو
أن القومية الأولوية ضد الحريات العامة. وأنا كمؤرخ وفي هذه المسيرة عن الحركة النحدوية، أعتقد أن الحركة النحدوية التحريرية الحقيقية هو تطبيق الوطنية الحقيقية والقومية الحقيقية من جهة، وتطبيق الحريات العامة والفردية من جهة أخرى. التناقضات لصالح الأنظمة الدكتاتورية، ليس في صالح أي واحد من الشعب. بالنسبة لفشل الوحدة العراقية السورية، كان من ضمن الحزبين البعث صراع مفتوح منذ البداية بين البعث السوري وقيادته القومية، وحتى كان في بعث عراقي من ضمن الفرع بعثي من ضمن البعث السوري والبعث العراقي وقيادته القومية، وكان في فرع سوري من ضمن البعث العراقي، لأن النظامين على نفس المبادئ الاستبداد وحتى القمع الشمولي. أي واحد حاول أن يستخدم الشعور الشعبي في البلد الثاني، التعاطف بالعراق في سوريا وتعاطف بسوريا في العراق، ودائما الأنظمة تلعب نفس اللعبة الوسخة، تستخدم شعور الشعب المشروع لصالح الأنظمة فقط. الحرب العراق والعراق الإدارة، من كان فاعل العراق في هذه الحرب؟ وما موقف الأمم المتحدة من حرب العراق والعراق؟ الأمم المتحدة خلال 4 سنوات ما كانت مستعدة لأي عمل حقيقي، أولاً بسبب فشل وموت الوسيط الجزائري بين الإيران والعراق، بس خصوصاً لأن أمريكا والاتحاد السوفيتي اتفق بصورة غير معلنة على أفضلية بالنسبة لمصالحهم تواصل واستمرار الحرب لاستنفاذ استنفاذ النظام العراقي كرمز الوطنية العربية، والنظام الإيراني كرمز للثورة الإسلامية. الأستاذ نجيب حاول أن يجاوب هذا السؤال امبارح بكل وضوح وبكل تفاصيل. أعتقد شخصيا أنا معه لكل الأسباب الموصوفة، لكن أعتقد أن حتى الآن أوباما يعتقد أن سوريا ليست سوريا الأسد، ما عنده فكرة لسوريا بديلة، لسوريا حقيقية، لسوريا شعبية حقيقية، وهو لهو سوريا ليست سوريا الأسد. خسارة. خلاص. ليش ما كان يعني ما لعبت دور فعال وكان حاول انها تضبط الامور وتغير شيء في المنطقه؟ ليش فكرت؟
ما عندي أجوبة لكل الأسئلة لأن كل هذا معقد شوي. بس ما في شيء أوتوماتيكي بين المعسكرين أو الكتلتين في الخارج والانقسامات الداخلية في العالم العربي. مثلا يوم نصر في 56 كان دعموا أمريكا والرئيس أيزنهاور ضد إسرائيل. مثلا أمريكا جون كينيدي دعم نصر والجمهوريين اليمنيين ضد السعودية في 62. لكن التطورات العامة والمهمة أعتقد أن مبنى على انقسامات داخلية في العالم العربي بسبب هذه الحرب الباردة بين مصر والسعودية، وأن هذه الحرب الباردة كانت كارثة عميقة طويلة النتائج للعالم العربي. وأنا أشوف نوع من continuity بين هذه الحرب والنكسة وبعدين طبعا تشرين وكل الكوارث المتواصلة. شكرا. خلاص.